بكم وبكافة السادة المستمعين والمشاهدين. يسعد صباحك ابتهال. يعني طول كرم وجنين تعانيان نفس الألم، ولكن اليوم مدينة جنين ومخيمها يفرض عليها اقتحام. هذا الاقتحام بعدد كبير من الآليات ورفقة جرافات، وبدأت هذه الجرافات بتدمير البنى التحتية. ضعينا بتفاصيل المجريات لهذه اللحظات من جنين. نعم، يعني جنين كغيرها من محافظات الوطن تتعرض إلى انتهاكات واستفزازات احتلالية واسعة تترجم على أرض الواقع في خضم الاقتحامات المتتالية للمدينة والمخيم، وكذلك إلى بلدة قباطي التي عاشت البارحة يوما صعبا بكل ما للكلمة من معنى. الاحتلال البارحة دخل إلى هذه البلدة أكثر من مرة، مرتين على التوالي. في المرة الأولى اقتحام دام 10 ساعات متتالية خلف تدميرا واسعا للبنية التحتية، وفي المرة الثانية بعد أن تسللت قوات خاصة وقامت بمحاصرة منزل لأكثر من 10 ساعات أيضا، وخلفت 4 شهداء ودمار جدا واسع في هذه البلدة. على كل حال، قبل أن نأتي إلى جنين وعلى تفاصيل هذا الاقتحام في المدينة والمخيم، يستعد أهالي بلدة قباطي هذا اليوم رهان إلى تشييع الشهداء 4 إلى مثواهم الأخير بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم من قبل أهلهم ومحبيهم. نذكر أن شهيدين أعدما بدم بارد من مسافة رقم 0. هذا حادث سير افتعلته قوات الاحتلال، وشاهدنا ذلك بالفيديوهات والصور المستلمة من عديد الكاميرات التي كانت موجودة في هذا المكان، كيف افتحلت الآلية الاحتلالية هذا الحادث، وقام جنود الاحتلال بإطلاق وابل كثيف من الرصاص على الشهداء الاثنين حتى ارتقيا شهداء. الشهيد الثالث، نتحدث عن الشهيد نصر كمال، هو وحيد لعائلته على 4 بنات. يعني فيديو أيضا آخر مستلم شاهدنا حجم الحزن الحقيقي لوالدة هذا الشاب، وهي تصرخ وتقول هذا وحيدي. وبالفعل يعني ارتقى شهيدا في قباطي. أما الشهيد الرابع في ساعات متأخرة من الليل رهام تم العثور عليه بين كروم الزيتون بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه وارتقى شهيدا. إذن 4 شهداء في بلدة قباطي، إضافة إلى شهيدين البارحة ورياء الثرى في قرية مثلث الشهداء محمد العصوصي وابن أخي، بعد أن قصفتهم مسيرة احتلالية قصفت باحة المنزل اللذين كانا يتواجدان به. فبالتالي هذا عدوان ليس فقط على مدينة جنين، إنما على مخيمها، ريفها، قراها وبلداتها. يعني ونبقى نعم ريهام تفضلي. يعني هذه صورة الوضع حاليا، ولكن كيف تبدو طبيعة الحياة اليومية للأهالي وطبيعة الدوام المدرسي؟ نعم، هذا الدوام هذا اليوم كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في مديرية التربية والتعليم في كل من جنين وقباطي عن تحويل الدوام إلى إلكتروني نظرا لطبيعة المشهد في قباطي وفي مدينة جنين، ولعل المشهد رهان في جنين يتسع أكثر وأكثر، خاصة بعد اقتحام هذه البلدة واقتحام المدينة واقتحام كذلك مخيم جنين. تعزيزات عسكرية الآن تخرج من الجلمي، شاهدناها رصدناها منذ ساعات الصباح الأولى. تتمركز قوات الاحتلال في أكثر من مكان في مدينة جنين، بالتحديد في حي المراح وكذلك في حي البساتين. هذه من الأحياء الهامة المهمة بل الاستراتيجية هنا في مدينة جنين. وأنت تتكلمين وعندما تتحدثين ونتحدث بالفعل عما يسمى بحي مثلا الزهراء أو حي البساتين في جنين، نتحدث عن حي كبير يضم المئات من المواطنين. وبالتالي مدينة جنين تتعرض إلى عدوان سافر هذا اليوم، ليس غريبا عليها على المدينة وليس غريبا على هذا الاحتلال. البارحة كان في طول كرم وخلف دمارا جدا كبيرا واسعا، هذا اليوم في مدينة جنين لربما هي متوالية هندسية بالفعل رهان، يعني بالعامية كل ما كانوا في طول كرم إذا إحدعتها جنين. وبالتالي هذا بات يترجم على أرض الواقع من خلال كم الاستفزازات الحقيقية، كم الانتهاكات الحقيقية التي تمارسها قوات الاحتلال. هي لا تأتي بجديد، إنما هي تأتي لتدمير المدمر. أكثر من 60% من شوارع مدينة جنين مدمرة،
لو تحدثت عن مخيم جنين فحدث ولا حرج، حتى الكلمات يعني لا تصف ما نشاهده بالفعل في مخيم جنين من تدمير منازل، من تدمير بنى تحتية، وبالتالي بالفعل كوزارة حكومة محلية، كبلدية جنين، كمحافظة جنين، يبقى السؤال واحد من أين سنبدأ بالفعل يعني، خاصة بعد بدء أعمال الترميم لشارع السينما، دوار السينما، هذا شارع مهم وهام جدا في جنين يا ريهام، وبالتالي هو يضم المئات من المحال التجارية، هذا مربع تجاري كانت قوات الاحتلال قدمته في اجتياح العشرة أيام لمدينة جنين، يعني يحاول المواطنون وكذلك أصحاب النفوذ وأصحاب وفي وزارات السلطة يحاولون إصلاح بالفعل مكان تم تدميرها، هي بدأت بالفعل منذ أكثر من يوم، لا نعلم إذا كانت قوات الاحتلال ستخرب مرة أخرى، ستدمر مرة أخرى، وبالتالي هذا سيفاقم من معاناة المواطنين، وأنت تعلمين يعني أننا أكيد دخلنا في فصل الشتاء، هذا سيزيد المعاناة على المواطنين، صحيح، وهذا سيفاقم من معاناتهم التي هي أصلا موجودة، وبالتالي الاحتلال يأتي لتدمير المدمر، لا يأتي بشيء جديد. نتمنى بإذن الله تعالى أن يمر هذا الاقتحام على سلام، نتمنى أن لا يكون هناك إصابات، نتمنى أن لا يكون هناك شهداء، لأن القلب حزين بما يكفي والله، يعني البارحة شاهدنا في قباطي عمليات تصفية بدم بارد، إطلاق النار على كل ما هو متحرك، أكثر من 10 إصابات امبارح في قباطي، هذه الإصابات جلها ريهام في مناطق جدا صعبة، الإصابات جدا صعبة، من المرجح أن يلتقي شهداء مثلا نظرا لطبيعة الإصابات من هذه الأرجل، من هذه الأيدي في الأجزاء العلوية والسفلية، منها في الصدر، منها في البطن، منها في الرقبة، إذا هذا القناص هو يتعمد بالفعل إصابة هذه الأجزاء بهدف القتل، الخراب، التدمير، وهذا هو العنوان الأسمى لمحتل يتمتع بالفعل في عقلية همجية تدل على ذلك. كل الشكر لك ابتهال، أكيد على هذه الإيضاحات، ونتمنى فعليا أن تكون الساعات القادمة دون أي أخبار مؤسفة أو محزنة، ونتمنى أن يكون هناك هذا الاقتحام دون أي تدمير يطال البنى التحتية في وسط وقلب مدينة جنين أكيد، وكل سلامة إلى أهلنا في مخيم جنين، ورحم الله شهداء الوطن في قباطيا وفي كل مكان. شكرا لك ابتهال فاطمة الزميلة الصحفية من جنين على هذه الإيضاحات وتفاصيل المجريات من جنين بهذا الاقتحام. سنوافيكم مستمعينا ومشاهدينا، والدقائق واللحظات الأخيرة سننتقل معكم و